جالها لطف والعياذ بالله وبتتعالج في عياده نفسيه. الراجل اللي انت كنت عاوز تمسكه ده ايه موضوعه بالظبط؟ عاوز يهدمني، عاوز يدمرني، عاوز يرجعني تاني لزمن شجره الجميز. الشريط اللي انا سمعته وضح لي حاجات كتيره قوي. ويعني انت تفتكري لما فلوسك تصب في جيب واحد مجرم يبقى عندك مبادئ واخلاق؟ ممكن توصلنا ان المجرم ده يبقى تحت ايدينا. اخيرا لقيناك عايش، ده احنا افتكرناك مت يا ابني. ببساطة أنا قررت أرفع الظلم عن نفسي. هتسيبني أقع من 10 دور وتدور وشك وكأنك مش شايفني؟ هو كنز بس مش بتاع لي بابا. الضرورات تبيح المحظورات وإحنا في ورطة. شكلي مش هستقبل أي حالة لفترة طويلة أوي. بعت لي نسخة من الشريط على البيت. معقول؟ أستاذ لطفي هاشم الكاتب السياسي الكبير؟ أنتوا تعرفوا بعض بقى. كنا زملاء كلية أدب. إحنا ممكن نعرفه من رقم التليفون بتاعه. مش عايزين نحسسه إن إحنا بنفتش وراه. لو حس بأي خطر ممكن يتهور. يا جماعة ما تنسوش إن في خطوط موبايل بتتباع من غير ما يتكتب لها عقد، يعني ممكن يبقى معاه موبايل وما يتسجلش اسمه. أنا برجح الاحتمال ده لأنه واضح إنه مش غبي. عموما أنا هحاول أسأل على الرقم ده وأنا هسجله عندي. وأدي المبلغ اللي طلبه 200,000 جنيه.
على فكره الدكتوره وعدتني انها ترجع لي الفلوس دي، بمجرد ما هبيع الارض وبعض ممتلكاتي هرجع لك اللي دفعتيه وفي اسرع وقت. انا عندي وعد ليكوا كلكم. مش هيبقى كتير عليك يا دكتوره. اللي تسبب في حاجه يتحمل مسؤوليتها. انا شخصيا بعفي الدكتوره من مسؤوليه المبلغ المطلوب مني. وانت لطفي، انا هتصرف. انا متشكره قوي على مشاعركم، لكن مدام دولة عندها حق. على كل حال يا جماعه، الكلام عن الدفع دلوقتي كلام سابق لاوان، لان احنا مش هنخرج من هنا الا واحنا متفقين على وقوع والليله. هي الساعه بقت كام؟ دي بقت 9 بالظبط. المفروض يتصل دلوقتي. يلا خلينا نخلص من الموضوع ده النهارده. المهم هنعمل ايه؟ لما يحدد المكان الاول ساعتها نتصرف على هذا الاساس. طب افرض دلوقتي ان المكان ده نفس الرقم اللي اتصل منه. الو، انت مش في البيت ليه؟ اتصلت بيكي على البيت ما لقيتكيش. انت هتحدد اقامتي ولا ايه؟ كنت بلم لك الفلوس اللي انت عاوزها. واللي ردت عليا في البيت دي تبقى بنتك؟ حلوه؟ انت حرامي، مالكش تسال عن اي حاجه غير اللي يخصك وبس، انما اولاد الناس مالكش دعوه بيهم. والا والله والله لقتلك ويحصل اللي يحصل بعد كده. ده انا عايز اناسبك يا دولت، انت بعد ما تسلمي لي الفلوس هبقى عريس مناسب جدا. اسمعي، انا هديكي مهر 100,000 جنيه، ولو طمعتي زي عادتك في 200,000 جنيه كلهم انا راضي. قولي لي يا دولت، يا ترى بنتك عارفه بالسريه؟ لو ده حصل يا حرامي يبقى ما عنديش حاجه ابكي عليها، وساعتها قتلك هيبقى حلال. اذا كنت انا حرامي فانت زيي بالظبط، ويمكن انا احسن منك شويه كمان، على الاقل انا ما حاولتش اقتل. اسمعي يا دولت، انت هتجيب الفلوس وتجيلي على المكان اللي هقولك عليه ده. اي محاوله منك تحاولي تثبتي بيها ذكائك او اي حركه اشم فيها لعبه بتلعبيها عليا ههد المعبد على اللي فيه. اسمعي، ترابيزة 6 الكوفي شوب بتاع الفندق، محجوزة باسم مروان عجيبي. الميعاد بعد نص ساعة من دلوقتي. انت مش سايب لنا وقت نفكر؟ انا شخصيا رايح مع دولت من غير ألقاب يا دولت، مش وقت بروتوكولات. يا جماعة الدقايق بتمر، عايزين نتكلم في الأهم. انا بعد ما عرفت باللي حصل معاك اعتقد ان صاحبنا ده يعرفك كويس، ومروحك مع مدام دولت هيبقى خطر. انا شايفة ان الكلام ده صح، انا عايزه الموضوع يعدي سلمي، انا مش ناقصه مشاكل. بسياستك دي مش هنطوله ابدا. الكلام اللي اتقال ده مظبوط يا استاذ رفعت. غير استاذ، اوكي يا شهناز؟ يا رفعت اكيد المجرم عارف وشك كويس، هو يمكن كمان عارف وشوشكم كلكم. انا عندي فكره، الشخص الوحيد اللي مؤهل ان يروح مع دولت وبدون القاب اهو هو شهناز. ايوه بس انا الكلام ده مظبوط. اذا فرضنا ان صاحبنا ده بيراقبنا لانه ليه مصلحه عندنا، تبقى انت الوحيده اللي ملوش مصلحه عندك. يبقى هيبتزك ليه؟ هيراقبك ليه؟ انت بعيد عن الموضوع. يا دكتوره، مش انت برضه صاحبه فكره فريق العمل الموحد؟ يا جماعه ما عادش في وقت، اعذروني، انا ما خطرش في بالي يوم ان انا ولا احنا ما حدش فينا كان ممكن يتصور اللي بيحصل لنا ده. انت خايفه؟ لا بس توترت. توترتي وانت دكتوره نفسيه؟ ازاي يعني؟ انا بني ادمه. اقول لكم ايه، احنا هنطلع كلنا دلوقتي على عربيتي نروح نركن في جراج الفندق. شهناز هي اللي هتنزل الاول
توجه مباشرة إلى الكوفي شوب. ما تبصيش لا يمين ولا شمال، كل تركيزك يبقى على الترابيزة. هي نمرة كام؟ 6. وطلب مني إن أحط شنطة الفلوس جنب الترابيزة بالظبط، وعلبة سجاير وسلسلة مفاتيح على الترابيزة، وبعدين أنده على الجرسون وأقول له أنا عايزة أعمل تليفون دولي من سويتش الفندق، وراجع على طول، وأروح وما أرجعش. طب قعدت أنا وشفت المجرم قاعد على الترابيزة وأخد الشنطة، هعمل إيه؟ حجري وراه وامسكه؟ أنت معاكي موبايل؟ ما بستعملوش. أنت بتستخدميه المرة دي، أول ما تشوفيه قدامك تتصل على طول على تليفون لطفي. لطفي هيكون معايا في العربية، دولة هتنزل بعدك بثلاث دقايق تقريبا، توجه على طول للترابيزة المحجوزة باسم وهمي دي. واسمه إيه؟ مش مهم الأسماء. أول ما تبلغينا بأوصافه نعتبر الموضوع منتهي. وأدي سلسلة المفاتيح، أشيل مفاتيحي اللي تخصني وأخلي له الباقي يفرح بيهم. كده احنا جاهزين، يلا نتحرك. طب افرض مسكناه هنعمل ايه معاه؟ سيبوني انا اتصرف. اوعى تقول انك هتستخدم مسدسك. لا قتل لا. ايه رايك يا دولت؟ من اقتراحاتك. مفيش وقت، فاضل نص ساعه يا دوب نلحق نوصل. وأي كلام عن القتل أنا شخصياً هبلغ عنك. خلاص خلاص، لو مسكته هستضيفه أنا بطريقتي في مكان بعيد، وهناك هنقرر مصيره. ما تنسيش شنطة الفلوس. أوكي يلا يا جماعة، الوقت أزف. اسف يا فندم، الترابيزة دي محجوزة. أنا عارفة هي محجوزة باسم الأستاذ مروان العجابي، هو مديني الرقم وقال لي أستناه هنا. طب حضرتك تمر بأي حاجة؟ يا ريت تجيب لي نسكافيه ممكن؟ تحت أمر سعادتك. ميرسي. أكد كده شوف موبايلك شغال هنا في الجراج. شغال. عاوزة أعمل تليفون دولي، أروح فين؟ من هنا يا فندم. طيب الحاجات دي تخص مروان بيه، يا ريت تخلي بالك منها لغايه ما ارجع. اوكي تحت امرك يا ميرسي.
بقى كده دولة يا فريد؟ بقى كده؟ عاملة لي كمين؟ جايبه لي الدكتورة معاك يا دولة؟ ايه؟ انت فاكراني ساذج ولا ايه؟ لا لا لا، مفيش حاجة من دي خالص. انا سبت لك الفلوس زي ما انت طلبت مني، ايوه بنفس الطريقة اللي انت حددتها. طب اعمل ايه اكتر من كده؟ والدكتورة جاية معاك ايه؟ ديكور؟ هي اللي أصرت تيجي معايا وانا وافقت. ما انا بيني وبينك خايفة، انا معرفش انا بتعامل مع مين. ما هو انت لو مكاني مش كنت هتعمل كده؟ صدقني الموقف صعب قوي. انا ما يندحكش عليا يا دولة، اذا كنت عايزة تثبتيلي حسن نيتك تستني جنب التليفون، ما تخرجيش من بيتك وتخلي الفلوس جنبك. اطلبك في اي وقت احب وتنفذي كل اللي اقوله لك. واي لعبة قذرة منك يا دولة الشريط اللي معايا هيبقى عند البوليس والنيابة وكل الدنيا، طبعا بما فيهم الحزب ورئيس الحزب والسادة الأعضاء. انت عارفة يا دولة ان اللي في ايدي يوديك في 60 داهية، فاهمة؟ قوليلي انت فين دلوقتي؟ انا على باب الاوتيل. طب باي باي يا دولة. فهم اللعبة. شافك وعرفك. الحساب يا فندم. والواد ده بسبعة رواح ولا ايه؟ غلط ان الدكتوره تبقى موجوده في المكان ده. كان لازم نبقى عاملين حسابنا ان الولد ده ممكن يكون بيراقبها او شافها لما سرق الشنطه من عربيتها. يعني هو في كل الاحوال عارفها. المفروض صاحبنا لسه مخرجش من الفندق ولسه مكلم دولة دلوقتي حالا؟ ممكن، بس المفروض كمان ان هو معاه موبايل اللي كلمنا منه ومعاه شنطة عشان يحط فيها الفلوس اللي هو طالبها، مش كده؟ ايوه بس مش شرط. بقولك اديني الموبايل بتاعك.
بيحصل هنا؟ في ايه بالظبط؟ انتوا بتعملوا ايه كلكم هنا؟ واحد حرامي هربان وبندور عليه، المفروض تقفوا معانا. وحضرتك تبقى مين؟ وايه اللي جايبكم كلكم هنا؟ بقول لك واحد سارقنا، سارقنا وهربان، المفروض تساعدونا مش تقف ترغي. فتش ويكون معاه سلاح. تفتش مين؟ ده بدل ما تدور على الحرامي اللي سرق شنطتي وهرب بيها جوه الفندق، انتوا ازاي تدخلوا ناس كده؟ دي فوضى. هنعرف كل حاجه دلوقتي. الراجل هيهرب، حرام عليكم يا اخي، مفيش وقت. طب اتفضلوا معايا على مكتب ميدان. اتفضلوا. اوعى انا اسنك. اتفضل. مش حضرتك برضك الأستاذ لطفي هاشم الصحفي؟ للأسف أنا. فرصة سعيدة جدا، أنا من أشد المعجبين لحضرتك، أنا بقرأ على طول لحضرتك، بس ليه ما بتكتبش بقالك مدة؟ ممكن تخلينا في موضوعنا؟ حضرتك إحنا ممكن نعمل محضر رسمي بسرقة الشنطة، وبعد التحريات اللازمة للشرطة تكون النتيجة خير بإذن الله. تحريات؟ بعد إيه؟ على كل حال الشنطة ما كانش فيها أي حاجة مهمة، بس السرقة حصلت في الفندق ودي سمعتنا مدام، لو الصحافة كتبت هتبقى مشكلة لينا، وأنا بتهيألي إن التحريات هتبقى سهلة لأنك بالتأكيد شفته أثناء المطاردة. حفظته، محفور هنا. أنا متنازلة عن البلاغ ومتشكرين على الاستضافة. طيب يا مدام، وأنا تحت أمرك. قلنا قرارات عصبية لا، واتفقنا. جاي انت تطلع مسدسك وعايز تقتله من غير انفعال قوي كده يا لطفي؟ كنت عايز اوقفه مش اكتر. وبعد ما توقفه اتصرف معاه بطريقتي. اللي بنيته كله في حياتي كان ممكن يتهد في لحظة زي دي. انا كنت واقف قدام مدير امن الفندق مش عارف اقول له ايه، كنت واقف قدامه مش عارف اتكلم، عامل زي التلميذ الخايب. هو كان شكله ايه؟ شكله مش حرامي او مجرم زي ما انا كنت متخيل، يعني فيها ذكاء شديد. رغم ان انا بكرهه، لكن حسيت في لحظه لما عينيا جت في عينيه ان احنا لو تقابلنا في ظروف غير دي ممكن نبقى اصحاب. انت عاطفي بقى. بس الواد ده مش تركيبه واحد شرير. ما هو النصاب لو كان شكله نصاب ما كانش هيعرف ينصب. مشكله دلوقتي انه ممكن ينتقم، علشان كده انا كنت مصر ان امسكه وانا بجري وراه، عشان انا عارف انه لو فلت ما نضمنش ممكن يعمل فينا ايه. احنا نسينا دولت. تكون راحت فين؟ خد اطلبها، هيفرق معاها كتير لما تكون المكالمه منها. معرفش رقمها. الو، بتقول انها في بيتها وانها زهقت من افكارنا النيره، حاجات تانية كتير سخيفه. عندها حق. لطفي خد الدكتوره وركبوا تاكسي وروح. انا عارفه انت ناوي تعمل ايه، بس اللي مطمني بقى ان مسدسك معايا لحد بكرة على الأقل. ما توقفونيش بينكم زي الأطعش اللي في الزفة. أصلا أنا عندي أمل إنه يجي. طالما كان موجود هنا في الجراج يبقى أكيد عنده عربية وهيرجع علشان ياخدها. وأنا مستنيه. Thank you.
ماما قاعدة كده ليه؟ اتخضيتي؟ لا أبدا، ما حد سأل عليا في التليفون. في واحد اتصل سأل عليكي النهاردة، ولما سألته عن اسمه قال لي هي ماما قالتلكيش؟ قلتيلي على ايه يا ماما؟ اوعي تكوني جايبة لي عريس. طب قومي نامي نرمين. طب يلا انتي كمان عشان تنامي. لا انا قاعدة هنا شوية، اصلي مخنوقة قوي. يلا يا ماما عشان خاطري. يو يا نرمين، انط من الشباك عشان ترتاحي؟ اقعدي. انا اسفة، متزعليش. ولا يهمك. شاهيناز، لقد سافرت بعدما رأيت أن بقائي هنا لا فائدة منه. كل ما أرجوه أن تحافظي على نفسك، مع تمنيات بنهاية سعيدة، لأنني لا أتصور الحياة بدونك. سامح. ايوه مين؟ انا اللي انت سرقت شنطتها واخدت اللي جواها ورحت تلعب لعبتك القذره مع ناس ملهاش اي ذنب غير انهم وقعوا تحت ايديك. انا الدكتوره شاهيناز الجندي. انت مستعجله كده ليه يا دكتوره؟ لسه دوري الجاي. تسمحي لي اقفل دلوقتي؟ بعدين انا اللي هكلمك. طيب يا دكتور، في ايه يا ابني؟ جرى لك ايه؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ امال اللي انت فيه ده من ايه؟ خلاص مفيش حاجه يا جماعه، اللي حصل ان انا وقعت امبارح على السلم، فحصل اللي انتوا شايفينه ده. فايق، العربيه بتاعتي انا سايبها في اوتيل، عايزك تروح تجيبها لان مش هقدر اسوق دلوقتي. فاتحه اهي. حنان شهر فين؟ موجود. اشمعنى؟ عايزه ضروري بسرعه والنبي بسرعه يا فايق. ما قلتليش اوتيل ايه؟
زعلي نفسك يا شهيرة، ما انت عارفه موناليزا هي سنة طويل شويه بس قلبها طيب. لا لو الحال هيفضل كده انا في 100 مكان يتمناني. لا 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 هدي نفسك بس. بقولك ايه، ما تيجي نتعشى انا وانت النهارده بالليل؟ اه من ورا المدام يعني، مش هو ده الموضوع يعني؟ اه بص يا استاذ شربطي، انا يمكن تلاقيني بنت شقيه لذيذه عشريه يمكن، لكن ما بتعشاش مع حد، بكتفي بعلبه الزبادي في البيت. شربطي لازق لها، موناليزا ابتدت تاخد بالها وبتعاملها وحش قوي، بس على فكره هي لو ما كانتش محتاجاها كانت طردتها. طبعا شهيره، ثانيه واحده لو سمحت. دودو ازيك عامل ايه؟ انا كويس، عايز منك خدمه شهيره. امر يا جميل. استلف عربيتك. انت مش لسه قايل اللي فايق من فضلك يا حنان، انت قافلها الواحده ليه؟ ايه مشوار صغير وخلاص؟ هتاخد العربيه بس ما ترجعهاش فيها خدش واحد، كفايه اللي فيها. ما تقلقيش يا شهيره. شوف يا دولت، تنزلي دلوقتي ومعاك الفلوس، تستنيني بعربيتي جنب سور القصر، تقفي جنب العربية لحد ما اديلي التليفون تاني. عايزك تثبتي حسن نيتك يا دولت، لو جبت حد معاكي يبقى مالكيش عندي فرصة تانية. يلا الكرة دلوقتي في ملعبك. أنا بقى هلاعبكوا على الشنك. الو ايوه دولت، انا لغيت الميعاد، اتحركي بعربيتك، انا هبقى اتصل بيكي في اي وقت تاني عشان اخد منك الامانه، خليكي مستعده دايما يا دولت.
السلام ورحمة الله وبركاته. طلع فين يا استاذ؟ مدام دولت، دولت فريد. هي ساكنة في أنهي دور؟ في الرابع. تحب أوصل سيادتك؟ لا خلاص، يا ريت توصل لها، بلاش أطلع. متشكر أوي. ما قالكش اسمه إيه؟ ما قالش يا ستان. متشكرة أوي يا عم عبد، اتفضل.